السلام عليكم جونيور 6، عاملين ايه؟ النهارده هنحل مع بعض في البوكلت على النحو على اول درس اخدناه وهو الاسماء الخمسه. بس قبل ما نحل لازم تفتكر معايا ان الاسماء الخمسه كانت ابو اخ حم فو وذو اللي بمعنى صاحب، واتفقنا ان الاسماء الخمسه بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجرب الياء. بس قبل ما انا اعربها الاعراب ده واخليها تاخد العلامات دي لازم يكون ليها شويه شروط. اول شرط معايا ان هي تكون مفرده، يعني اقول ابو واخو، ما ينفعش اقول ابوين او اباء او اخوين او اخوه، ما ينفعش. طيب تاني شرط معايا ان هي تكون مضافه، يعني ايه؟ يعني يجي بعدها مضاف اليه، بس بشرط ان الاضافه دي تكون لاي ضمير غير ياء المتكلم او تكون الى اسم ظاهر. تالت شرط معايا ان ذو تكون بمعنى صاحب، وكمان ذو ما ينفعش للضاف لضمير، لازم يجي بعدها مضاف اليه ويكون اسم ظاهر. اخر شرط معايا ان كلمه فم بقول فو وفا وفي، بشيل منها ايه؟ الميم، لكن لو جت لي فيها ميم تبقى تعرب بالحركات عادي كده. يبقى اي اسم من الاسماء الخمسه اللي احنا قلناها دي لازم يستوفي الشروط علشان اعربه اعراب الاسماء الخمسه. طب لو فقد شرط من الشروط ايه اللي هيحصل؟ هيعرب بالحركات. يلا بينا نحل مع بعض. اول سؤال بيقول لي استخرج الاسماء الخمسه واعربها. اول واحده بيقول لي حضر ابوك الحفل، فين هنا الاسم اللي من الاسماء الخمسه؟ ايوه ابوك. طيب يلا بينا نعربه مع بعض. لازم عشان اعرب ابوك ابص على اللي قبليه. حضر ده ايه؟ ايوه ده فعل ماض. طيب مين اللي حضر ابوك؟ يبقى ابوك هنا ده فاعل مرفوع، اتفقنا الفاعل دايما مرفوع. طب مرفوع بالايه؟ بالواو. ايوه لانه من الاسماء الخمسه. وبنكمل الاعراب وبنقول ان الاسماء الخمسه الضمير المتصل بها ده احنا قلنا ايه؟ ضمير اللي هو الكاف، ضمير في محل جر مضاف اليه. يبقى فاعل مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخمسه، والضمير المتصل ده احنا اتفقنا ان بعد الاسماء الخمسه بيجي مضاف اليه. المثال الثاني بيقول لي استمع الى نصيحه اخيك. استمع انت الى نصيحه، نصيحه مين؟ اخيك. يبقى اخيك هنا مضاف اليه مجرور، مجرور بالايه؟ بالياء. ليه؟ لانه من الاسماء الخمسه، والكاف برضه هتعرب ضمير في محل جر مضاف اليه. المثال التالت احنا قلنا هنأجله شويه، والمثال الرابع بيقول لي ابوك ذو ادب كبير. ابوك كلمه اسم وجايه في اول الكلام، يبقى حاربها ايه؟ ابوك مبتدأ عشان جاي في اول الكلام، والمبتدأ دايما مرفوع. طب هنا ده اسم الاسماء الخمسه، يبقى مرفوع بايه؟ مبتدأ مرفوع برضو بالواو لانه من الاسماء الخمسه، والكاف برضو ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب ابوك ماله؟ ذو، ذو هنا هتعرب بايه؟ بكل مبتدا خبر، يبقى خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسه. بعد كده المثال اللي بعد كده بيقول لي ادخل على كل جمله حرف ناسخ او فعل ناسخ واعرب اسمه. يبقى دخل يا اما حرف ناسخ او فعل ناسخ، وبعد كده اما اغير الجمله ابتدي اعرب ايه؟ الاسم ده ايه. طيب انا هدخل هنا، ممكن ادخل حرف ناسخ زي ان،
هقول ان حماكه ولا حموكه؟ حماكه. ليه؟ لان ان بتنصب اسمه، يبقى ان حماكه اخلاقه فاضله. هو عايزني اعرف الاسم، يبقى هقول حماكه اسم ان ماله منصوب وعلامه نصبه الألف. ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. اتفقنا الأسماء الخمسة لازم تكون مفرد، في كلمة حمد مفرد، ولازم تكون مضافة، أهي جاي بعديها مضاف إليه، صح؟ يبقى هي مستوفية هنا الإيه؟ الشروط. اللي بعدها ذو العلم محترم بين الناس. طب أنا عايزة أدخل حاجة من الأفعال الناسخة، ممكن أدخل إيه؟ ممكن أقول ظل. طب ظل بترفع اسمها ولا بتنصبه؟ آه دي ظل من أخوات كان، ودي أفعال ناسخة بترفع المبتدأ وبتنصب الخبر، يبقى ذو هتفضل زي ما هي مرفوعة، يبقى ظل ذو العلم ماله محترم ولا محترما؟ ايوه محترما، عشان بتنصب الخبر، محترما بين الناس. عايز اعرف اسمها، يبقى ذو اسم ظل ماله مرفوع بالايه؟ بالواو، لانه من الأسماء الخمس. المثال اللي بعد كده بيقول لي أبي يعلمني إلقاء الشعر، ممكن أقول إيه؟ أدخل حرف ناسخ المرة دي، ممكن أقول ليت. طيب أبي دي من الأسماء الخمسة ولا مش من الأسماء الخمسة؟ أيوه مش من الأسماء الخمسة. طب ليه؟ أول حاجة هي جت مفردة؟ أه. جت مضافة؟ أه. طب يا ميس ما أنت قلتي مفردة ومضافة أهو. لأ بس خد بالك، إحنا اتفقنا إن الأسماء الخمسة لا تضاف إلى ياء المتكلم، يبقى تضاف لأي حاجة إلا ياء المتكلم. طب ما في هنا ياء المتكلم، أبي، أبي أنا، أنا المتكلم هنا، يبقى ليت هتفضل أبي زي ما هي عشان هتعرف بالحركات، يبقى ليت أبي يعلمني إلقاء الشعر. وانا عايزه اعرف كلمه ابي، هي ليت بتعمل ايه؟ ليت بتنصب اسمها، يبقى اسم ليت منصوب بالفتح. اكمل باسم من الاسماء الخمسه. لعل، لعل نقط مسافر غدا، أنا عايزة دلوقتي اسم لعل. طب لعل دي من أخوات إن، يعني بتنصب اسمها. طب أنا عايزة أحط حاجة من الأسماء الخمسة وفي نفس الوقت تكون منصوبة، فلو أخذت مثلا أخو أو أبو هقول إيه؟ يا إما أقول لعل أباك أو أخاك، علشان الأسماء الخمسة بتنصب بالإيه؟ بالألف. طيب صاحب نقط الاخلاق الطيبه، صاحب ده فعل، مين اللي هيصاحب؟ انت، يبقى صاحب انت مين؟ ايه؟ يبقى انا عايزه مفعول به، المفعول به منصوب، يبقى هختار حاجه من الاسماء الخمسه ولكن لازم تكون منصوبه بالالف لان هي واقعه هنا ايه؟ مفعول به، فهقول صاحب ذا الاخلاق الطيب. طيب حافظ على نظافة، وأنا بحافظ على نظافة إيه؟ من الأسماء الخمسة ممكن أستخدمها، أبو أخو حمو فو ذو، آه فو، يبقى حافظ على نظافة فيك، ما ينفعش أقول فمك وإلا مش هتبقى إيه؟ من الأسماء الخمسة، لازم أقول فيك. طب ليه ميس أنا حاططها هنا بالياء؟ علشان فيك هنا هتقع هنا إيه؟ مضاف إليه، والمضاف إليه مجهول. احترم نقط وحماتك، طالما جالي حماتك يبقى احترم
حماكة. طب ليه قلت حماكة بالألف؟ علشان هنا برضو مفعول به، احتجم أنت حماكة، يبقى أنت هنا هو الفاعل، ده ضمير مستتر، وحماكة مفعول به. بعد كده بيقول لي أعرب الجمل الآتية. أول حاجة عندي إن، إن ده حرف ناسخ، قلنا إيه؟ مبني على الفتح. إن جاي بعديها أباك، أباك هتعرف إيه؟ اسم إن. طب واسم إن بيكون ماله؟ بيكون منصوب. طب منصوب، وهنا أباك من الأسماء الخمسة، يبقى اسم إن منصوب بالألف. والكاف زي ما اتفقنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إن أباك ماله ذو، يبقى ذو عندي هنا هي الخبر. طب خبر إن بيكون ماله؟ يبقى خبر إن بيكون مرفوع، خبر إن مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. بعد كده عندي حضرة أخو حازم، حضر ده اسم ولا فاعل؟ اه ده فاعل ماض، صلح بس اللام دي، فعل ماض مالي، فعل الماضي بيكون مبني، يبقى فعل ماض مبني على الفتح. مين اللي حضر؟ أخوه، يبقى اخو ده الفاعل، يبقى فاعل. الدنيا بتشتي جامد جدا، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو. طيب مرفوع هنا بالواو ليه؟ لانه من الاسماء الخمسه. بعد كده حضر اخو، احنا اتفقنا ان بيجي بعد الاسماء الخمسه يا اما ضمير يا اما اسم ظاهر، بس الاثنين اعرابهم ايه؟ اعرابهم مضاف اليه. يبقى اول ما الاقي اسم بعد او ضمير جاي بعد الاسماء الخمسه على طول اعربه ايه؟ مضاف اليه. يبقى حازم ده مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. بعد كده بيقول لي صوت الخطأ في الجمل الآتية. أول حاجة إن أبوك ذي خلق كريم، إن. طب إن بتخش على الجملة الإسمية بتعمل فيها إيه؟ بتنصب المبتدأ وبترفع، بتنصب المبتدأ وبترفع الخبر. طيب إن أبوك، طب أبوك كده مرفوعة، ده فيها واو يميس، الواو دي من علامات الرفع في الأسماء الخمسة، يبقى المفروض إن يقول إن أباك، صح؟ عشان تكون منصوبة. طيب إن أباك ماله؟ ذي، لا ذو، عشان ترفع الاسماء الخمسه، انك ترفع خبرها، ذو من الاسماء الخمسه تبقى خبر ان مرفوع. يبقى ان اباك ذو خلق كريم، يبقى ده التصليح بتاعي. طيب اللي بعدها ظل ابيهم، هي ظل بتعمل ايه؟ دي من اخوات كان بترفع اسمها، يبقى ظل بس مش ابيهم بقى، ايوه ظل ابوهم علشان يكون مرفوع، يبقى ظل ابوهم ماله فاعلا للخلق. تحت خط عشان تشوف الاجابه مظبوطه. بعد كده بيقول لي لا تصاحب ذو خلق سيء، لا تصاحب انت، يبقى ده الفعل والفاعل. طب ما تصاحبش مين؟ ذو، يبقى ده مفعول به. طب والمفعول به دايما منصوب، يبقى لازم اقول لا تصاحب ذا خلق سيء.
أخاك أخلاقه فاضلة. أخاك ده مبتدأ، طب والمبتدأ بيبقى مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، يبقى المفروض إن يقول أخوك أخلاقه فاضل. ده إيه الإجابة بتاعتي؟ حط تحتها خط أهو عشان تشوف الإجابة مظبوطة. ضع خط أو دائرة حول الأسماء الخمسة. أنا عندي آخر ينفع تكون من الأسماء الخمسة؟ لا. ليه يا ميس؟ علشان مش جاي بعديها ضمير متصل أو اسم ظاهر يقع مضاف إليه، يعني هي مش مضافة. طيب أخاقة؟ آه دي جاية مضافة لضمير، يبقى من الأسماء الخمسة وكمان جاية مفرد. طب ذاك؟ ما هي متصلة أهي بضمير. لا، إحنا اتفقنا إن ذو الوحيدة اللي ما ينفعش تضاف لضمير، لكن تضاف لإيه؟ تضاف لاسم ظاهر. زي اللي بعدها، ذا علم. اه دي من الاسماء الخمسه، عشان ذا هنا جت بمعنى صاحب، يعني صاحب علم، وفي نفس الوقت كمان جايه مضافه الى اسم ظاهر اللي هو ايه؟ علم. طيب اباؤنا تنفع تكون من الاسماء الخمسه؟ لا. طب ليه؟ فقدت شرط من الشروط. ايه هو؟ ان هي هنا جايه جمع اباؤنا، احنا اتفقنا ان تكون مفرد ابو. طب ما انا عندي اهو ابو خالد، ده هي جايه مفرد ومضافه لاسم ظاهر، يبقى دي اسم الاسماء الخمسه. فوكا، اه يا ميس دي ما فيهاش الميم ومضافه، يبقى على طول تكون من الاسماء الخمسه. طب فمك تنفع؟ لا، عشان هنا ايه؟ موجوده الميم. بعد كده بيقول لي اعرب ما تحته خط. ان اول حاجه عندي ان اخا جدا خير من اخ كسول. أول حاجة إيه اللي هعربها؟ إيه؟ ده حرف ناسخ زي ما قلنا، مبني على الفتح. بعد كده إن أخاً، أخاً دي من الأسماء الخمسة؟ لا، إحنا اتفقنا إن هي جاية مش مضافة، تبقى مش من الأسماء الخمسة، لكن هي عادي اسم إن. طب اسم إن بيكون منصوب، ومنصوب هنا إيه؟ بالفتح. طيب اللي بعدها خير من اخ من حرف جر، يبقى اخ على طول اسم مجرور. طب هي هنا من الاسماء الخمسه؟ لا، عشان برضو جايه مش مضافه، اسم مجرور بالكسره. ان ربك ذو فضل عظيم، عايزه اعراب هنا ايه؟ عايزه اعراب ذو. طب هعرب ذو ايه؟ ان ايه؟ ربك، يبقى ربك ده اسم ان. طيب ذو هعربها خبر إن، يبقى خبر إن، وخبر إن بيكون مرفوع، مرفوع هنا بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. حضر أبوك الحفل، حضر مين اللي حضر؟ أبوك، يبقى أبوك هنا يعرب فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة برضه. رفع يوسف أبويه على العرش، رفع مين اللي رفع يوسف؟ يوسف هنا إيه؟ يوسف هنا فاعل، يوسف اللي رفع. طب رفع مين؟ أبويه، يبقى أبويه ده مفعول به منصوب بالفتحة. بالفتحة؟ لا، بالياء. أيوة ركز معايا، بالياء. ليه؟ لأنه مثنى. أنا عندي كلمة أبويه مثنى، يبقى دي مش من الأسماء الخمسة، لأن احنا اتفقنا الأسماء الخمسة لازم تكون إيه؟ مفردة، يبقى مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى. طيب إن أباك رجل كريم، إن أباك رجل كريم، أنا هعلم هنا إيه؟ أباك. طب أنا عندي إن الحرف الناسخ، يبقى أباك اسمها اسم إن منصوب بالألف. ليه؟ لأنه من الأسماء الخمسة. اخر حاجة معايا، لعل أباك الفائز الأول، احذف الناسخ واكتب الجملة صحيحة.
الناسخ هنا هو مين؟ هو لعلّ. هشيل لعلّ، شلت لعلّ يبقى شيل العمل اللي بتيجي تعينه في الجملة، هي بتعمل إيه؟ بتنصب المبتدأ، يبقى هرجع المبتدأ تاني لأصله، كأن لعلّ مش موجودة، فهقول أبوك الفائز الأول. إن ذا الأخلاق محبوب. إن ذا الأخلاق محبوب، إن بتعمل إيه برضه؟ بتنصب المبتدأ اللي هو ذا، يبقى هرجع ذا لأصلها مرفوعة عشان مبتدأ، يبقى ذو الأخلاق محبوب. ليت أخاه حاضر. طيب أنا عندي ليت برضه من أخوات إن اللي بتنصب المبتدأ، فأخاه هتبقى أخوه حاضر. يبقى أنا رجعت المبتدأ تاني لأصله في كل جملة من الجمل الآتية. كده نكون خلصنا، وأشوفكم في مرة تانية إن شاء الله.